أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الحمل الاثنين 16 أغسطس آب 2021. سينجح من يعمل في العقارات والتجارة ببطء ولكن بثبات. يمنحك الصبر الثقة والأمان في كل خطوة على الطريق. من الممكن أن تعقد العلاقة مع شريكك بسبب عدم الانتباه. ليس من الجيد التظاهر بأنك لطيف، خاصة عندما تشعر بمشاعر قوية. إنه لا توجد طريقة يمكنك التعبير عنها بشكل جيد. رسالة من الكون، أنت بحاجة للتغيير. ستنجح الرحلات إذا لم تكن خلف عجلة القيادة، فاستخدمها لتجنب المشاكل. قد تحتاج قريبا إلى مراجعة خططك المستقبلية وتغييرها. أنت بالتأكيد غير قادر على تقديم أي وعود دون الكثير من الدراسة والتحليل الدقيق. الأمور المالية في صالحك اليوم، ستساعدك الصعوبات في إثبات قدراتك على ذلك. عاطفيا، أنت مخلص ولا تحب الروايات الجانبية، ولكن قد تضطر قريبا إلى لعب دور رئيسي في مثل هذه الحياة المزدوجة. ستشعر بالحسد الناجم عن نجاحك، وهو أمر عادي ولا ينبغي أن يزعجك. يبدو أنك في حالة مزاجية متحمسة ومغامرة بشكل خاص. كن صبورا بدلا من انتهازي. قم بإجراء إصلاحات وتغيرات فورية في المنزل حتى لا تكون هناك أي مشاكل خطيرة في المستقبل القريب. تعدك الكواكب بثقة ممتازة بالنفس والوئام الروحي إذا كنت تتذكر أن التقييم الذاتي يفيدك. هناك احتمال أن يظهر المستفيد لمساعدتك في إنجاز خططك. السفر الآن غير مرغوب فيه. لا تسمح بأن تكون مقيدا ولا تتعارض مع مبادئك. مهنيا، لا تتفاعل بشكل مؤلم مع الملاحظات الانتقادية التي لا تستهدفك وتوافق على المهمة التي أنت على وشك القيام بها، لأنها ستساعدك على التألق بقدراتك. تخلق الطاقة من الكواكب مزاجا من الانسجام لك. طاقات الكواكب الحالية ستجعلك أكثر صبرا. توقع معلومات حول سوء الحظ تتيح لك الكواكب الفرصة للتوقف والتفكير فيما إذا كنت تشارك بالفعل مع الأشخاص المناسبين. قد تتطور حياتك بشكل مختلف عن أفكارك وخططك لتلك الفترة. الأهداف المالية والأحلام التي لديك تتطلب التركيز. سيساعدك المعارف المؤثرون في التغيير الذي تفكر فيه. ليس من المستحسن السفر، وإذا لزم الأمر توخى الحذر وكن جريئا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.